في محاولة لتكميم الأفواه المطالبة بحرية الشعب العراقي، تقتل مجموعة مسلحة مجهولة صحفيا يدعى أحمد عبد الصمد ومصورا كان برفقته، كان في تغطية للمظاهرات الحاشدة المندلعة منذ أشهر في مدينة البصرة جنوب العراق، في مشهد بدا وكأن فصلا جديدا من مسلسل اغتيال الناشطين تكتب سطوره وتفاصيله من جديد. هل هنالك حرية؟ هل نستطيع أن نتكلم وننتقد بشكل مطلق؟ عبد الصمد عرف بانتقاده الحاد للأحزاب الحاكمة في العراق منذ 2003، متهماً إياها بالديكتاتورية والاستبداد وقمع الحريات العامة، مستنكراً تدخل الميليشيات الإيرانية في شؤون بلاده، والتي رجح ناشطون بأنها هي من تقف وراء مقتله. مئات المحتجين الغاضبين شيعوا القتيلين إلى مثواهما الأخير في النجف، منددين بعملية الاغتيال، فيما تجددت المظاهرات في معظم المناطق العراقية، حيث شهدت ساحة التحرير في بغداد مظاهرة حاشدة للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، كما وشملت الاحتجاجات أيضا مدنا وبلدات في محافظات بابل، ذقار، واسط، المثنى، كربلاء، النجف، ميسان، البصرة، دون تسجيل مواجهات بين المحتجين وقوات حكومة بغداد. فإحنا جينا اليوم نريد نوضع حد لهيجي مهزلة، كافي، لأن نريد نعيش حالنا حال العالم.